وعلشان انا عارف اهتماماتك عزيزي متابع قناة دكتور مناح، طبعا جايب لك الفيديو ده. اتكلمنا قبل كده من فترة طويلة عن دورة بتمكنك انك انت تحضر نفسك لامتحان الايلتس، ومن كام يوم اتكلمنا في فيديو تاني عن كورس مقدم من جامعة كوينزلاند الاسترالية بتمكنك انك انت تتعرف على كل حاجة عن الايلتس وتجهز نفسك للايلتس. وعلشان عارف ان احنا بنتكلم عن المنح الدراسية، وان في بعض المنح اللي بنتكلم عنها بيكون طالب منك شهادة اجازة لغة انجليزية توفل او ايلتس، فانا عملت لك الفيديو ده علشان حضرتك اكون مغطي معاك كل حاجة تخص اللغة الانجليزية، وانا متأكد تماما انك انت هتستفيد من الكورسات دي. حتى لو استفدت 10% فانت استفدت. طيب الفيديو بتاع النهاردة هشرح لك فيه ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هتكلم لك فيه عن كورسين، واحد منهم بيهتم بالجرامر بتاع اللغة الانجليزية طبعا، والتاني بيهتم بالاكاديميك انجليش. فالكورسات دي مهمة ليك وما تقلش اهمية عن الكورسات الخاصة بالايلس، لانك انت اصلا كل ده بيكمل بعضه. الجرامر هينفعك في امتحان التوفل والايلس، الاكاديميك انجليش هينفعك في الكتابة اللي انت بتكتبها في الجزء الخاص بالرايتنج. الاكاديميك انجليش بشكل عام مش بس بتحتاجه في التوفل او الايلس او امتحان لغة انجليزية بس، ولكن حضرتك بتستخدمه في حياتك العامة لو انت بتكتب مقالات او بتكتب ابحاث وخلافه، او لو حضرتك بتدور على شغل وهتشتغل شغلانة معينة انت هتكتب فيها حاجات باللغة الانجليزية، فالاكاديميك انجليش ده هيكون مفيد بالنسبة لك. عايز افهمك على حاجة بسيطة، ما تبصش انك انت هتاخد شهادة ببلاش ولا هتاخد شهادة بفلوس. بص الحاجة التانية، وهي انك انت هتتعلم حاجة. عايز افهمك على حاجة، موضوع ان انت اتميت الليفل ال 12 ده مش حاجة، موضوع ان انت يديلك شهادة يقولك ان انت حضرت كورس اكاديميك انجليش ده برضو مش حاجة. الحاجة المهمة ان حضرتك بتتعلم شيء، الشيء ده بينفعك في المستقبل. انا اتعلمت جرامر، انا اخدت دورة لتحضير نفسي في الايلتس، تمام، انا عندي خبرات عندي معرفة. طيب اللي بعده همتحن شهادة دولية معترف بيها، يكون معايا شهادة ايلتس، يكون معايا شهادة توفل، مش يبقى معايا شهادة ان انا اتميت كورس معين مش هتنفعني. فانا بقول لك الكلام ده بالنسبة للناس اللي بتكتب لنا في الكومنتات ده الشهادة عشان اخدها هدفع لها فلوس. انت بتاخد الكورس عشان انت تتعلم، لو الموضوع واقف على الشهادة فروح لك اي جمعية اقول لهم انا عايز شهادة ب 10 جنيه هيديها لك. احنا هنا عايزين نتعلم، مش عايزين ناخد شهادة نحط الشهادة دي في الابليكيشن بتاعنا. حلو ان احنا يكون معانا شهادات تطوعية وتدريبات، تمام، لكن بالنسبة للغة الانجليزية شهادات معروفة ومعترف بيها، توفل ايلتس، هم دول المتداولين عالميا في وقتنا الحالي، ليهم تقريبا اكتر من 10 سنوات بنسمع عن التوفل والايلتس، واللي بيطالع منافس ليهم دلوقتي الديولينجو، وان شاء الله قريبا هعمل لك فيديو عن الديولينجو. فانا عايزك تركز في الفيديو ده عشان خاطر هو فيديو مهم مش هيكون طويل عليكم باذن ربنا، هتعرف فيه ازاي حضرتك تقدر تسجل على كورس سواء كان اكاديميك انجليش او عن الجرامر. اللايك الجميل بتاعك، ما تنساش تشترك في القناة، ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعك. ازيكم يا شباب مرة تانية، ده الموقع الجميل بتاعنا واللي حضرتك تقريبا يمكن ما تكونش عارف عنه، ولكن هنا بتلاقي موجود عليه الكورسات بتاعتنا. خلي بالك ان الموقع متقسم لمنح ممولة بالكامل، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، منح جزئية، تدريب، تطوع، فرص عمل وجامعات حول العالم، تمام؟ فحضرتك بتقدر تلاقي الفرصة اللي انت عايزها بسهولة لو انت بتدور عن حاجة معينة. طيب ادي اول حاجة الكورس الاكاديميك اللي قلت لك عنه، وهنا تاني حاجة الكورس الخاص بتعلم قواعد اللغة الانجليزية. خلي بالك ان الكورسين مقدمين من جامعة كوينزلاند الاسترالية، تمام، وخلي بالك ان الكورسين برضو سواء كان الاكاديميك او تعلم قواعد اللي هو الجرامر الخاصة باللغة الانجليزية مش طالبين منك شروط معينة ان انت تحضرهم، يعني انت بتقدر انك انت تحضر الكورس من غير اي مشكلة، مش طالب منك سن، مش طالب منك شهادة بكالوريوس، مش طالب منك حاجة، بتقدر انك انت جوين الكلاسز دي عادي جدا من غير اي شروط، تمام. طيب هنا حضرتك هتتعلم ايه من الكورس الاكاديميك؟ حضرتك لما تيجي تكتب مقال
هتتعلم ازاي تكتب مقال اكاديميك، مش مقال مثلا تستخدم اي كلمات عادية، لا انت بتعرف هي الكلمات اللي حضرتك هتكون محتاج تكتبها. كمان حضرتك تعرف المعلومات بتاعتك ازاي تنظمها، يعني انت مثلا ما ينفعش تقول معلومة وتيجي تقول معلومة كانت لازم تتحط قبل المعلومة اللي انت كتبتها في الاول، فهو بيساعدك ان انت تكتب بشكل منظم. حضرتك المصطلحات الاكاديمية يعني مش تستخدم مثلا انجليزي وخلاص، لا كلمات معينة انت المفروض تستخدمها في الكتابة بتاعتك. يعني حضرتك الكورس ده بيعلمك الحاجات دي كلها، وبعدين بقرر لك مرة تانية ما تبصش انت الشهادة تاخدها ببلاش ولا فلوس، بص للحاجة اللي انت تتعلمها تفيدك في المستقبل. لو كنا بصينا على الشهادات كان زماننا قاعدين في مكاننا، تمام؟ طيب وده الموقع الرسمي، حضرتك بتقدر تدخل عليه، تمام؟ من خلال الموقع الرسمي بتشوف كل التفاصيل الخاصة بالكورس اللي كتبنا لك باللغة العربية موجودة هنا باللغة الإنجليزية about this course، هنا التفاصيل بتاعة الكورس، الجامعة اللي بتقدمها University of Queensland، هنا what you will learn انت هتتعلم ايه، وهنا دي معلومات عن المحاضر. وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت ازاي بتسجل هتكون نفس الطريقة في الكورس ده. هنا طبعا بيقول لك ايه هي الحاجات اللي بفلوس، مالناش دعوه بيها، خلينا في الحاجات اللي ببلاش الفري. وطبعا احنا هنسجل على الكورس ازاي، انرول ناو، حضرتك بتبدا تدخل على الكورس ده، بعد كده بتبدا تعمل حضرتك ريجستر عن طريق اسمك بالكامل، الايميل واليوزر نيم، ايا كان اليوزر نيم اللي انت عايز تستخدمه وتكتبه، كلمه السر، الدوله بتاعتك، كرييت ان اكونت فور فري كورس، او ممكن تسجل عن طريق حسابك على مثلا ابل او فيسبوك او جوجل او مايكروسوفت، تمام؟ تعمل انرول للكورس وبتبدا بقى تحضر المحاضرات بتاعتك على حسب بقى عدد الساعات اللي هتكون محدده بالنسبه لك. اعتبرهم بقول لك في كذا فيديو، اعتبر انت قاعد على تويتر على فيسبوك، ان انت بتقلب على انستجرام، بتقلب على يوتيوب، ولكن دي حاجه هتفيدك انت، تمام؟ طيب بالنسبه للكورس الثاني وهو الخاص بقواعد اللغه الانجليزيه، وهو خاص بقواعد اللغه الانجليزيه، وده هينفعك انك انت تعرف الجرامر بتاع الانجليزي، تمام؟ خلي بالك حتى لو انت عارف جرامر ممكن تستفيد من الكورس في حاجه انت تكون ناسيها، مش هقولك ان انت مش عارفها يا عم، هقولك ان انت ناسيها، فاهمني؟ طيب برضو من كوينزلاند الاستراليه، برضو مش طالبه منك اي حاجه من المتطلبات، شهادات او سنه او اي حاجه، بتقدر تحضر كورس اونلاين عادي جدا. اللي حضرتك بتتعلمه حضرتك بتعرف مواقع الكلمات في الجمل، بتعرف الجرامر بشكل صحيح، حضرتك بيكون في اللي هي المفاهيم النحويه يعني اللي هو باللغه العربيه، يعني تعرف كل حاجه عن القواعد، حضرتك بتقدر انك انت تستخدم القواعد دي في الكتابة، الكتابة اللي هي ايه اللي احنا قلنا ان هي مثال من امثلة الاكاديميك انجلش، يعني انت بتلاقي ان كل حاجة مكملة لبعضيها، تمام؟ وانا بيقول لك الكورس ده بيتضمن ايه في الاسبوع الاول، يعني هم انت هنا عندك 8 اسابيع، كل اسبوع هو بيقول لك كل حاجة انت هتدرسها في الاسبوع الاول، حضرتك بيقول لك القواعد وسبب اهميتها في الاسبوع الثاني، بيقول لك مقدمة في الجمل، يعني ترتيب الجملة انت هتستخدمها، كل حاجة هو كاتبها لك هنا واديني مترجمها لك باللغة العربية. لو انت مش عايز تقراهم من هنا باللغة العربية ادخل على الموقع الرسمي، هتلاقي كل حاجة مكتوبة على الموقع الرسمي English Grammar and Style، هنا كاتب لك كل حاجة باللغة الانجليزية، تمام؟ خلي بالك ان التاريخ ده انت هتشوفه 21 نوفمبر، لان ده تاريخ عمل الفيديو، انت لما تدخل على الكورس بيدي لك تاريخ جديد، هنا بيقول لك about this course، عن الكورس، هنا الجامعة المقدمة لـ University of Queensland، هنا انت هتتعلم ايه، وهنا ايه هي الخطة المتضمنة او انت هتاخد ايه كل اسبوع، وهنا بتلاقي طبعا عن المحاضر اللي بيديلك الكورس ده، تمام؟ مالناش دعوة بالحاجات اللي فيها فلوس، خلينا في الحاجات الفري، حتى لو مش هيديني شهادة ان انا حضرت كورس grammar and style مش هتفرق معاك اطلاقا قد ما انت هتتعلم وهيفيدك مستقبلا في امتحان الايلس او التوفل. برضو بتعمل انرول ناو وبتبدا حضرتك تعمل حساب وبتقدر تدخل الكورس. يا ريت لو حضرتك بتستفيد من الفيديوهات دي بس سيب لي كومنت وقول لي ان انت بتستفيد من الفيديوهات دي، وان انت حابب ان احنا نشرح نوعيه الفيديوهات دي من الكورسات، وان شاء الله مش هتاخر عنكم. اتمنى لكم التوفيق جميعا وشكرا.